مرحبا أحبابي، اليوم بدعمل أنا وياكم طريقة تحضير أومليت البطاطا للفطور أو العشاء. كتير كتير طيبة، وشايفين منها شكل كتير حلوة، وإن شاء الله بتنال إعجابكم. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا حبة بطاطا حجم وسط، بدنا نقطعها مربعات صغيرة. بهيدا الحجم منقطعن. حطهم بالطنجرة. حط فوق النص كوب مي. رشة ملح خفيفة. بغليهم على الغاز لتستوي عنا البطاطا. بعد حوالي 7 دقايق استوت عنا البطاطا. هلأ منطفي الغاز ومنكفي أنا وياكم الطريقة. بصفي البطاطا من المي. عنا بصلة حجم وسط قطعتها بهيدا الشكل. حبة ثوم كبيرة نعمتها. بقدونس. قرن فلفل حار أخضر. بدنا نحط البصل بالمقلاي. بضيف زيت زيتون. حطيت حوالي 2 ملاعق طعم زيت زيتون. بحط البصلة. وجبة كتير كتير سهلة وبسيطة، وبتتحضر معنا بوقت كتير صغير، مغذية وروعة. بحط ملح شي بسيط. بقليهن على الغاز. بس قلت البصلة بهيدي الطريقة، هلأ بضيف الثوم. كمان بقليهن شوي. بحط الفلفل الأخضر والبقدونس. خفف الغاز شوي. بس قليتهم بهيدي الطريقة، هلا بحط فوقهم البطاطا بقليهم كمان شوي. بس صار عنا البطاطا والخضرة بهيدا الشكل، استوت عنا الخضرة منيح. بخفف الغاز على الأخير وبعمل أنا وياكم خليط البيض. خلطة البيض اللي بدنا نعملها أنا وياكم، أول شي بحط 4 بيضات. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. نص ملعقة صغيرة بابريكا. نص ملعقة صغيرة ملح. ربع ملعقة صغيرة كمون ناعم. بخلطهم منيح مع بعض. قبل ما كفي التخليط بحط 2 ملاعق طعم حليب. 2 ملاعق. برجع بخلطهم منيح. قوينا الغاز شوي على درجة حرارة متوسطة. بحط زيت زيتون. حطيت حوالي 3 معالق طعام زيت زيتون. خلطهم مع بعض. بسم الله. حركهم شوي على الخفيف. بس تمسك البيض بهيدا الشكل عنا، هلا بدنا نقلبهم على الصحن. بقلبهم على الصحن. بسم الله. بسم.
بسرت الاومليت من الجهه السفلى بهيدا الشكل، نحركها يعني استوت عنا، بنطفي الغاز. كمان بحطها بالصحن، واو هذا الشكل النهائي لأومليت البطاطا اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.